تحية طيبة أعزائي. قدم التوقعات السنوية لمولد برج الثور لعام 2021، وناخذ الحالة العامة. الثور البرج الترابي من الأبراج المتوسطة أو فوق الوسط بقليل في عام 2021. أهم ما يميزه من سنتين نقدر نقول ماضية هو دخول كوكب أورانوس، كوكب التغيرات والمفاجآت في الثور. وجود أورانوس هذا معناته أنه الثور عنده تغيرات راح تستمر بشكل أقدر أسميها جذري، يعني مثلا من زواج إلى انفصال، أو العكس من دخول من عمل إلى عمل آخر، أو قطع علاقة بعمل. يعني تغيرات راح تكون مفاجئة ليست تغيرات اعتيادية. هذا الكوكب أورانوس هو من الكواكب اللي دعانا بالتغيرات الجذرية. كوكب المشتري راح يكون موجود في المنزل العاشر بالنسبة إلى الثور، يدعم إيجابيا وفي نفس الوقت أيضا ممكن يأثر عليه من الناحية السلبية. وجود المشتري في المنزل العاشر يعمل زاوية تربيعية مع أورانوس في المنزل الأول. هذا يعني وجود تغييرات لها علاقة بالحظوة الاجتماعية، أقدر أسميها بالشو، بالوجاهة، بالمكانة، لكن في نفس الوقت ممكن أن تكون سلبية، فممكن أن تمس الثور من جوانب الوشاية أو المساس بالسمعة أو التسقيطات أو ما إلى ذلك. فعليهم أن يحذرون، لأنه راح تأخذنا لفترة زمنية طويلة. هذا التربيع راح يستمر من منتصف أيار إلى منتصف حزيران. راح يعمل المشتري زاوية سكستايل إيجابية مع أورانوس في المنزل الأول. هنا يعطينا دافع إيجابي لعلاقات جديدة ومثمرة. يعني هذه الفترة بالذات اللي هي فترة قد تكون عصيبة إلى أبراج معينة، هي فترة راح تكون جدا إيجابية بالنسبة للثور من منتصف أيار ماي إلى منتصف حزيران يونيو. يستغلها بعلاقات جديدة، أو ممكن القدر يوفر له علاقات جديدة عليه أن يستثمرها بشكل إيجابي. عاطفيا عليه أن يستغل آخر أسبوعين من أبريل نيسان، راح تكون فترة عاطفية جيدة لتوطيد العلاقة مع الشريك، هاي بالنسبة للشركاء، أو لمبادرة عاطفية للغير المتزوجين. إضافة لذلك راح يكون فترة حزيران يونيو، أيضا شهر حزيران راح يكون من الأشهر الإيجابية على الجانب العاطفي بالنسبة إلى مولد برج الثور. طبعا الجانب العاطفي يتدخل في كل في مجالات متعددة، يعني في الزواج، في الخطوبة، في التصالح، في توطيد العلاقة مع الشريك، في أمور متعددة عليه أن يستغل الفترة المذكورة. على الجانب المالي، الفترات الإيجابية بالنسبة للثور راح يكون شهر أيار ماي، من الأشهر الجيدة ماليا، إضافة إلى شهر نوفمبر، هذا أيضا راح يكون من الأشهر اللي تدعم برج الثور بالجانب المالي بالأخص على مستوى التجارة. يعني نوفمبر إذا ما افترضنا أنه الجانب المالي يتدخل بكل المردودات المالية، فشهر نوفمبر هو اللي له علاقة أكثر شيء في موضوع التجارة وليس موضوع الوظيفة أو ما إلى ذلك. مولود برج الثور عليه أن يحذر بالفترة من السابع من شهر يناير إلى بداية آذار، الحذر وعدم القيام بمبادرة، وعليه أيضا الاهتمام بالصحة. هذه الفترة راح يكون المريخ موجود بالثور. المريخ من الكواكب التي لا تنسجم مع مواليد برج الثور، وبالتالي هاي الفترة راح تكون فترة حرجة ممكن تجعل كثير الاندفاع، بالرغم أنه مواليد برج الثور معروف بالهدوء، لكن ممكن بهذه الفترة المريخ بطاقة سلبية، لهذا احنا ننصح بعدم القيام بمبادرة، وأيضا عليه أن يهتم بالصحة. بشكل عام اللي يميز مواليد برج الثور نقدر نقول هذه السنة هي سنة متوسطة أو فوق المتوسط بقليل. ممكن يكون عندهم التفاتات جيدة بالأخص على جانب الشو، على جانب الحظوة الاجتماعي، لكن بنفس الوقت عليهم أن يحذرون من مساس بالسمعة أو وشاية، وعليهم الحذر أيضا من المقربين. تمنياتي إلى مولد برج الثور بالتوفيق في عام 2021، وهذه أحلى وردة.